مباراة البارح باقي مصدومين دابا بصراحة. هو كرة القدم هي هذه، داروا مساكن مجهودهم ولكن اخي الصدمة قوية. المقابلة الأخيرة فعلا مع الأسف والأسف الشديد، ولكن الكرة هذا حالها وهذه طبيعتها. ففريق ممتاز، ولكن ما عرفش شنو السبب اللي ظهر به في هذه المقابلة الأخيرة. يعني ماشي اللي كنا كنصدروا أننا فعلا ننتصروا، ولكن مع كامل الأسف أكرر أنه مع كامل الأسف المباراة السابقة كانت حقيقة دون شوية المستوى، ولكن هذه بصراحة صدمتنا وتأسفنا كثير، ولكن هذا هو مكسبه، هذا اللي كان. بالنسبة للمنتخب الوطني دار مجهود صحيح، ولكن غياب زياش وبوفال أثر شوية على الملعب. L'Afrique du Sud et puis le Maroc nous ont gratifié d'un très beau match, un match plein de rebondissements, un match au cours duquel toutes les deux équipes se sont engagées. Et pendant la première partie, on a vu une équipe marocaine très déterminée et à avoir la victoire, mais malheureusement le destin ne l'a pas voulu. Et je suis sûr que avec l'esprit fair play, toute l'équipe marocaine va surmonter en fait cet événement. Et très sûrement que au cours des Cannes à venir, le Maroc aura sa chance. واللعب راه داروا مجهودهم، ولكن الله غالب. بغينا هاد اللحظة نتوجوا بهذاك الكأس إفريقيا، ولكن الله غالب صراحة. كبيرا وصغيرا باقي كلشي مصدوم، دابا راه باقي مصدومين، كذبوا على الله. وكاين شي لعابة بصراحة زايدين، كانوا شي يمشيو. كاين شي لعابة اللي ديال إفريقيا كانوا يمشيو، بحال رحيمي بصراحة حريمات كان يمشي. نتمناو فرص اخرى ان شاء الله، نتكل المقابله بين الفوز والفوز المبين الساحق ان شاء الله بحوله مع قوته، وما ذلك على الله بعزيز. ما نساوش الفريق ديال جنوب افريقيا، هذوك العناصر ديالو كانوا ربما كانوا متميزين على في اللعب على هذوهم، لانه هما ملي كيشدوا كره كانوا كيمثلوا واحد الخطر على الكور ديالنا. بالعكس حنا ديالنا ضاعوا لنا كواري بزاف اللي تشوتها وما فوق البرا كان ممكن يسجلوا، ولكن مع الاسف. Il se fait qu'au moment où ce match se jouait, j'étais ici à Rabat et donc par conséquent, très spontanément, je supportais l'équipe marocaine. Et je pense que l'absence d'un joueur comme celui dont vous parlez, avec plein de talents, a sans doute pesé. A sans doute pesé parce qu'on a senti que le Maroc a donné le meilleur de lui-même, mais la finition n'y était pas. Un peu comme si... il manquait un dernier coup de pouce pour porter toute l'équipe vers la victoire. دوك اللعابه كلهم ديال اوروبا خصهم يندمجوا مع ديال افريقيا وندمجين مع الحراره وندمجين مع دي فرقه ديال اوروبا كامله. راه هذا هو راه حنا طحنا فيه، خصها هكا وهكا شويه البطوله وشويه هكا. هذه هي افريقيا، انا كنت تمشي تلعب مع اوروبا مازال نقولوا هانيه، تمشي الفرقه كامله ديال اوروبا راه حنا طحنا في هذا المأزق هذا. بالنسبة حقيقة أحسن مقابلة اللي في هذاك العنصر مفعل، حقيقة عنصر مهم، ولكن عندنا عناصر أخرى، حكيمي أشرف ولا غيره، ولكن وأناحي كذلك، ولكن على كل حال كان مكسب، وعلى كل حال وصلنا لهذا المستوى أحسن بكثير من دول أخرى اللي غادروس الدولة قبل المرحلة الأولى في المقابلة أخرى. معلوم أثر على الإخوان، ولكن ركراكي ما يمكنلوش شي حد اللي غادي يجي في موضعه ولا يجي في بلاصتو. ركراكي خصو يستمر في لاسميتو في التدريب ديال المنتخب الوطني. أواليد ركراكي كبير، كوتش كبير هذاك وكنحتارموه، جاب لنا العز. فريق ما كاينش اللي يحلم يوصلهم الدومي فينال كأس العالم. باقي دابا الجزائر واحلى لي هنا، البارح راهم محتفلين، قول لهم ما احتفلوا،
حنا راه مقيس على المشكل ديال المنتخب، راه دوك المراض ديال الكراغله هما اللي كنحلموا بهم شنو فين باغيين يوصلوا البلاطوات كاملين فرحانين بهم، ولكن الحمد لله حنا الركراكي كيبقى بطال صراحه، وكنحتارمو بانه هو كوتش كبير وجاب لينا العز. وما نساوش راه باش توصل للدومي فينال ديال كاس العالم راه ماشي ساهله اخي بصراحه، وكيبقى الاحترام للكوتش يخليه لينا ما كاينش بحاله.